جنوب. في الجنوب حنشة وين؟ حنشة تابعة ولاية قابس. لا صفاقس. حنشة صفاقس. هي صفاقس. أما بالضبط في الحنشة معناها اللي هي آخر مدينة سقطت في جوجل. يبان مش في جوجل باين. وقت الاستعمار الفرنسي مدينة صفاقس تحيي كل نهار 16 جويليا ذكرى شهدائها 900 اللي قتلتهم فرنسا وسقطوا وهم يدافعوا ضد الاحتلال الفرنسي. نهارتها اقتحم الجيش الفرنسي أسوار مدينة صفاقس. أسوار مدينة صفاقس. وصارت ماركة دامت 3 أيام وليالي. قتل المحتل كل شخص هز سلاح في وجهه. وحسب الأرقام المتوفرة من المفروض أن توفيوا في الماركة هذه 900 شخص وتأسروا تسجنوا يعني 74. أدانت المحاكم الفرنسية 17 أسير وفرض الاحتلال غرامة مالية على أهل صفاقس قدرها ب 6 مليون فرنك فرنسي وقتها لجبر الأضرار الحربية والدمار اللي صار للأجانب المقيمين عفوا خارج السور شرقا. ما نعرفش قلت الحنشة. ما نعرفش. أنا داخل مدينة صفاقس ماهيش الحنشة. هي مدينة صفاقس. علاش قلت الحنشة اللي تابعة لمدينة صفاقس؟ إحساسك. هي في مدينة صفاقس ماهيش الحنشة. لا مش الحنشة. تحياتنا للناس الكل في ولاية صفاقس وكل ولاية تونس. كل مدينة الحنشة. يلا احنا كنا قبيلة نحكيو على الاكسيون دايلين في منوبة وحكينا على يعيشك. شقلت انا شقلت قلت له رد بالك لا يطلع عليك الشادلي. هاي التصويرة تتلقاها على الباج فيسبوك لباج FM. شقلت لكم نعرف صديقي شي عمل اسمع جوش تصور بيه ما تصورش خذيه منه حتى تعرف تحيات اسمع شادلي قلوا جي ساعة ساعة يطلع لنا فغسين والله ليه طوى مشي لهم. انا نأكد لك ان الكوتي في الويكاند كلنا روح به للدار. يلا شكون الفنان اللي فلس في 1976 بسبب مصاريف الطلاق على المستوى العالمي راهو؟ توم كروز. لا لا 76. لا. 76. مغني. 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 يلا من اشهر الفنانين فترة الستينات والسبعينات والثمانينات. برانس اوف سول. مارفين جاي. مارفين جاي. كان يخرج لتوب عفوا اللي يعملوا دي سكسي كبار ويكسروا الدنيا وكان يدخل برشا فلوس بغنيات كيما Let's Get It On و Mercy Mercy و I Heard It Through The Grapevine وغيرهم من الأغاني. You Are a Wonderful One برشا حاجات خرجهم مارفين جاي. Sexual Healing. Sexual Healing. به كان معارس بأنا رابي جوردي. أما في 1973 قرر أنه يمشي يعيش مع امرأة أخرى. في 1975 رفعت به زوجته قضية في الطلاق وبعد مدة حكم القضاء لصالحها وتم الطلاق وكان لازم على مارفين جاي أنه يدفع لها 600,000 دولار. مسكين هو مات مقتول مارفين جاي. بوه قتله. أعلن في 1976 إفلاسه على خاطر المبلغ هذا كبير برشا. خرج ألبوم جديد في 78 اسمه هي ماي دير أما منجحش كان فشل ذريع وقعد مارفين جاي يحليلي فلستني يحليلي فلستني الألبوم جديد اسمه قعد غاتس في الديون. في 1982 خرج أغنية هذه كنا نسمع فيها سيكشوال هيلينج وربح بها جرامي وقعد في المرتبة الأولى في الهوت بلاك سينجلز لمدة 10 أسابيع. تباع من السينجل هذا 2 ملايين نسخة في الولايات المتحدة كهو وربح منه برشا فلوس. حسب لوموند الفضل في نجاح الأغنية هذه هي طليقته هي بيدها جورجيا أنا رابي اللي قررت أنها تساندو من جديد. المرأة تجرح وتداوي شفت كيفاش. توفى مارفين جاي اللي كان ليجوند في عالم الموسيقى في 1 أفريل 1984 على يد بوه بكرتوشة بسبب عركة عائلية. وتعرف اللي وقت اللي توفى سيتي لا في دو عيد ميلادو كان مشيو 45 سنة سيتي لا في والريفولفير اللي تقتل به هو هداه البو في نويل. معناتها ياسر تراجيدي ياسر تراجيك الحكاية ما نعرفش ما ياسر اللي كان يدي دو فخيغ سون بيغ ان بلان سي كو مغروم تلقى البو سي ان باستور نجم يكون بون.
يلا فما كلمة دارجة في الدارجة متاعنا وكلمة شهيرة تميز الدارجة متاعنا عند الأجانب برشا كيف كيف هي برش باه وشكرا مش هذا السؤال أقوى حاجة مش هذا السؤال أنت عادت تسمعها في الشرق عند الأجانب العرب مش الأجانب أي أي مش في الأجانب التونسي برشا برشا فهمت شنو عند العرب مش هاو السؤال عند اللي يفهموني يحب يقول عرب معناتها قلت اي عند الاجانب العرب آه شنو هي الكلمه العربيه اللي مشتقه منها كلمه برشا البرشاء البرشاء الارض الخصبه ولا اه لا الكلمه هذه مشتقه من كلمه برشاء اللي حسب لسان العرب الارض البرشاء هي الارض كثيره النبات والسنه البرشاء هي السنه وافره الزرع وبما أن المجتمع التونسي مجتمع زراعي منذ قديم الزمن ولا المصطلح يدل على الكثرة بصفة عامة فاللغة العربية تقال زادة برشاء الناس ودخلنا في البرشاء يعني دخلنا في جماعة من الناس يعني كلمة برشاء التونسية هي كلمة عربية أصيلة ورغم أنه فما مصادر تقول اللي أسلم الكلمة التركية بيشوخك أما الأرجح واللي اتفقوا عليه أغلب المؤرخين أنها برشا عربي. يحبوا يرجعوا الأصول الكل متاع اللغة متاع مش كان اللغة كهو على كل شيء يحبوا يرجعوا عربية والله ما أحلاه السؤال متاعك سامي على خاطر إجابة إجابة حلوة للي يبيعوا في الفكرة متاع اللي لهجتنا ماهيش ماناش عرب وماهيش لهجتنا عربي ولا تفهم ناقصين عروبة كاينة ولازمنا نجي شكون يزيد يعربنا أكثر في في الإمارات في دبي ذول فيها بقعة اسمها البرشا وكي شفتها قالوا يقولوا اللي وقت اللي عملوا الأرض هذيك جاي واحد التونسي هو اللي يعاون فيهم قالوا ما حلوه برشا يا اخي سموها برشا صوف كو بعد قالت فكرة اللي زاد البرشا هي البرشا دونك والله هذه الانكدوت حسب لسان العرب برشا يعني الوفيره الكثره تفيد الكثره يلا زميلتنا ايناس فما فتره فيك راجعين